السلام عليكم خوتي، معكم عرف اف اي. فيديو جديد اليوم ان شاء الله. اليوم اخوتي غنجاوب لكم على بعض الاسئله وغنصور لكم واحد الذكر ديال سوفيانو، يعني عمل لي بايتوز، يعني فحص لي بايتوز ديال غارتيتان. ومناسبه اللي بغيت نصور لكم هذا الذكر هذا، حيت واحد صديق كان قال لي يعني واش نقدر نطيو بايتوز غارتيتان سوفيانو. انا كنت قلت لكم يعني الا كان عندكم شي ذكر سوفيانو يعني مجرب، يعني كيوكل وكيكبر فروخه مزيان، يعني تقدر ديوها بايطه كارتيتان. وهاد سوفيانو اللي نصور لكم هذا من بعد الاجوبه ديال على الاسئله ديال المشاهدين، نصور لكم وتشوفوا يعني انا سبق اللي جربته يعني كيوكل مزيان. دابا هو تبارك الله عنده فروخه. بقاو معنا اخوتي نجاوبكم على الاسئله ونصور لكم. نبداو لكم الاسئله اخوتي. السؤال الاولاني، واحد صديق قال لي شنو الفرق بين غارتيتان والخينيسي؟ الفرق بين غارتيتان والخينيسي اخا يعني الفرق اللي بيناتهم باين. يا خور غارتيتان كينفخ، الخينيسي كيدلي. و واحد صديق عجبني الكومنتر ديالو بزاف، عمل مورا تحت هاد الكومنتر اللي عملها الصديق هذا، جاو عمل غارتيتان زائد الخينيسي كتساوي الولاعة، يعني فرق اللي بيناتهم انا قلت لك وكتبقى الولاعة وصافي. يعني الولاعة بصفة عامة، يعني غارتيتان الخينيسي يعني بنادم كيشريهم بجوج ولا كيربي هاد النوع هذا على حسب الولاعة والسلام، يعني كتولع وصافي. السؤال الثاني، واحد صديق قال لي واش غارتيتان يعني يمكن له يتطرف بحالو بحال الحمام عادي؟ هذا السؤال هذا بدا يتطرح لي، وفي نفس الوقت كيقول لي علاش ما كتطلقش الحمام. هذا السؤال هذا كنت جاوبت لي مره اخرى، يعني انا كان وقع لي واحد السبب ديال على حسب الطلاق ليها ما كنطلقش، يعني كنمشيو للحمام على حسب الطلاق ليها ما بقيتش كنطلق غارتيتان، الخينيسي كنطلقو عادي. و بيجاوب لهاد الصديق يعني واش يمكن له يطير غارتيتان، كيطير يعني لسانسي معاه من الاول، يعني من الصغر يعني مي كان فارخ وقتي ملي كتسانسو كيطير راه يطير لك مع الحمام عادي، ويتحكم في راسو بواحد قوة يعني كيطير. انا كان عندي واحد غارتيتان شحال هادي، يعني كان عندي مع الحمام، يعني كنت كنطلقو باقي صغير، تعلم كيطير مع الحمام عادي ما تخافش منه مره. السؤال الثالث، واحد صديق قال لي شنو الادويه اللي كدير للحمام؟ انا صراحه حاليا دابا كندير الادويه الطبيعيه وصافي، يعني ما كنعمل شي دواء من غير ادويه طبيعيه، تساوي بصال يعني ديك الخرقوم، يعني داكشي طبيعي وصافي. السؤال الرابع اخوتي، واحد صديق قال لي انا عندي ذكر كلا بزاف ومبقاش كينفخ بوشون ديالو، يعني بوشون ديالو طاح. مثلا اخوتي السبب اللي باش يوقع له هادشي هذا كتكون في الماكله اولا الماء، يعني اما تعطل له بالماكله اولا تعطل له بالماء، يعني جوج الطرق كنت قلت لكم. يعني ما خصكش غارتيتان ما تعطلوش بالماء والماكله، يعني هادو ديما خصهم يكونوا عندهم بما كيتراجوش، يعني بما كياكلوش بزاف وما كيشربوش بزاف. يعني الطريقه بتفادى هذا المشكل هذا اخوتي، يعني خصو كاين جوج الطرق، يعني خصك بعدا يعني تشربو، يعني تعمر له كرشو بالماء وتهادك وتخويها له، وعاد تشري الرفاده، يعني الرفاده واحد اللي فيها جوج سميطات كتخشي له بالجنحين ديالو ملي كتهز له الكركره ديالو، ما كتبقاش معذبه حيت ملي كتبقى معذبه العنق ديالو يعني الكركره ديالو كتقل له العنق ديالو ما كيبقاش يوقف معاه هو، ولا بقى غير داك نهار يومين يقدر صافي الجسد ديالو كيضعف وكيقدر يموت. يعني هادي راه صعيبه، يعني كتوصلو حتى لحالة الموت ويموت. يعني خصك بعدا تعمر له كرشو بالماء وتحاول تسخويها له شي حاجه من الماكله، ومورا تعمل له
هاد الرفادة يعني الرفادة هنا عندنا في طنجة كتمني شي 10 دراهم. والسؤال الخامس اخوتي، واحد صديق قال لي انا عندي جوج ديال فواياجور ودابا داخل في شي شهر وقيله او لا مهم شهر وقيله قال لي، وما بغاوش ينزلوا ببيت يعني. كتعرفوا اخوتي اصعب يعني الطرق ديال الزواج من فواياجور، يعني فواياجور صعيب خصك تخشيه في الكرياج وتخليه راسو تيجوج راسو يعني. والاشاره ديال الزواج معروفه يعني، ملي كتشوف الدكار ولا انت يعني تولفوا ما بقوش كيضربوا بعضيتهم امور كتكون عاديه بيناتهم، كيكونوا يعني تفهموا يعني تفهموا الزوج يعني. مي كيبقى يضربها او لا هذاك يعني هذيك خصك تفرقوا واحد المده عاود ترجعوا يعني صعيبه يعني. هادو لا كانوا يعني مجوجين يعني تقدر تبدل اللنسه يعني، بحيث يقدر الذكر يكون فيه شي مشكل او اللنسه تكون فيها شي مشكل، اما بدل الذكر ولا اللنسه وجرب يعني جرب هاد الحالة هادي. حيت مي بزاف من كيقول لي انا عندي الحمام يعني مدة هو مجوج ممكن ينزل لي بايت. واصلا اخوتي في هاد المرحلة هادي مرحلة يعني تفرخ يعني تكون تفرخ كتدخل ديك الصيفية كتدخل مرتو صافي يعني فهمت. والسؤال السادس اخوتي، واحد الصديق قال لي انا مشيت للسوق في مكناس، قال لي مشيت للسوق ما لقيتش داك الحص يعني بحال هذا اللي كنت هذا بحال هذا اللي خصنا كاخوتي هو اللي داك التالاني او فين هو اللي داك التالا خصني نشري واحد اخر. و هذا قال لي ما لقيتوش. كاين انا كنت قلت لكم طريقه اخرى يعني ماشي بالضروري يكون هذا يعني تقدروا تجيبوا الحص بالبحر ولا ما جبرتوش. كاينه طريقه اخرى، شوف هذه الطريقه هذه المصريين كيعملوها يعني. شوفت واحد فيديو لواحد صديق مصري يعني شفته، انا نوريكم انا بغيت نجربها. قشره ديال البيض يعني من تفرخ فرخ يعني قشره ديالو يعني القشره ديال البيضه كتخليها تيبس وكتفرد كديها الحمام ياكلوها. هادي اخوتي حتى هي كتزدق يعني صراحه. انا شفت داك الفيديو وجبرتوني هنجربها ونشوف كما الله يعني حتى الطريقه هذه كتزدق. قشره البيضه اخوتي تقدروا يعني كتيبس بالشمس وموراها كتفرد وكديها الحمام ياكلوها، حتى هي كتكون صحيه من قشره البيضه. سبعة اخوتي، واحد صديق قال لي انا عندي واحد باريخة ديال سفيان هربت له اللنزة وقالوا له ذكر حضر على فروخ. قال لي واش يقدر يكبرو؟ كنقول لك اخاي يعني ذكر يعمل المجهود ديالو باش يوكلو، بالحق ما يوكلو ماشي قد ما تكون مع اللنزة يعني، خصك ضروري تعاونو بيدك باش يطلعوا فروخه بالصحة ديالهم مكمولة ان شاء الله، وعاونهم بيدك ان شاء الله وما يكون غير خير. السؤال الثامن اخوتي، واحد الصديق قال لي لانتا يعني كتولد يعني كتفقس بيضات عندي الذكر ولا انت؟ ما قاليش من النوع ولكن انجاوب. قال لي الذكر ولا انت كيفقسوا لي بيضات؟ بالحق هي مور مي كيفقسوا بيضات يعني مثلا بحال نهار وموراها كنلقى واحد الفرخ دائما كيموت يعني كيبقى له فرخ كيفقسوا بجوج موراها فرخ كيموت يعني. كنقول لك يعني غيكون يعني البلاصه اللي فيها تينا كتربي الحمام ماشي ملائمه مفروخه ولا هذيك يعني، اذا كانت بلاصه نقيه وسخونه وما فيها حتى مشكل راه فروخه بجوج بيهم هيعيشوا لك. خصك تكون عندك بلاصه تكون كتناسب تفقس البيضات يعني بلاصه ما تكونش فيها بارد ما يكونش فيها يعني الماء كيوصل للفروخه ولا يعني بيعيشوا فروخ. سؤال سعود اخوتي، واحد صديق قال لي انا 3 شهور مش ديت كنربي الحمام وجبت الحمام والحمام كيموتولي.
يعني الحمام كيموتو لك، يعني تضر داك الحمام اللي جبتيهم كتجيب حمام مراتين. يعني اصلا ملي تبغي تمشي تشري الحمام خصك تعرف من عند وين تشري، حيت كيقدر يعني بحال السوق، يعني كيقدر بنادم كيكون كيمشي يبيع الحمام يعني حيت فيه شي مشكلة ولا كيمرض له، ولا يعني مجرد الحمامة ملي كتمرض وكتداويها، يعني داك المرض ماشي كيمشي مرة، يعني كيبقى في الحمامة. يعني خصك تعرف من عند وين تشري الحمام وتجيب الحمام يكون نقي والصحة ديالو جيدة باش يقدر يديك شي حاجة، حيت لا جبتي الحمام مريض ومرض كيبقى يدخل للسجنة، يعني مرض يبقى دالة عندك براك. يعني عليها خصك تعرف تختار من عند من تشري، وتعرف تختار الحمام اللي هتشري اللي تكون عندك الولاعة مزيانة. والله يسر اخي. السؤال العاشر، واحد صديق قال لي بيضات لا تشقص واش تقدر تفقص، يعني بيضات يعني لا تشقص او لا هذيك واش تقدر تفقص. بيضه لا تشقص يعني ما تكونش فيها هي شقه كبيره، يعني تكون فيها شي شقه مثلا هذه هي بيضه، هذه هي بيضه تكون فيها شي شقه هي صغيره، يعني ما تكونش بان اللي فوت منها، يعني تجي اللي كتكون تحت القشره ما تكونش تهرست مره، راه تقدر تفقص. شنو خصك يعني هي تشوف الضربه، يعني التهريسه اللي فيها واش كبيره ولا لا، ولا كانت كبيره كاينه واحد الطريقه اخرى. دابا نعمل لكم فيديو عليها ان شاء الله، يعني ملي كتهرس البيضه شي تهريسه اولا تشق، كاينه واحد الطريقه باش كتكمل البيضه، وكون جربتها حتى شفتها عاوتاني في واحد الفيديو ديال واحد الصديق يعني مصري، يعني شفت من عنده الطريقه وعجبتني الطريقه صراحه، جربتها واحد المره وصدقت كانت تشقت لي البيضه ديال كارتيتان، تشقت وعملت لها يعني تهريسه كبيره شويش، عملت لها واحد الطريقه ونجحت. وخليو هذه الطريقه هذه مفاجاه في فيديو، نقدر نعمل لكم فيديو اللي ماشي ان شاء الله او لا فيديو اللي مور هذا، يعني المهم خليها ان شاء الله هذه الفكره اللي بالي نعمل هذا الفيديو هذا ان شاء الله. المهم اخوتي طولنا عليكم في الاسئله، نخليو الاسئله في فيديو اللي ماشي ان شاء الله، وبقوا معنا نصوركم دوك سوبيانو وفروخه ديال الكارتيتان اللي تفقصوا، بقوا معنا اخوتي. هانتوما كيما كتشوفو اخوتي، ها صبيانو فين هو اللي فقص لي بيضة ديال الكارتيتان، اللهم بارك، تبارك الله حريش، ها هما باقيين صغارين، هاذيك عطلة من هنا، اللهم بارك، الصراحة صبيانو تبارك الله، يعني كيوكل مزيان وعندي مجرب. المهم اخوتي بقاو معنا حلاش. المهم كان هذا هو صبيان اللي قلت لكم، اللهم بارك. كما شفتوا اخوتي كان هذا هو صبيان اللي فقص لي البيضات ديال الكارتيتان، تبارك الله عندي مجرب يعني كيوكل ما شاء الله عليه، اللهم بارك. المهم اخوتي كان هذا هو فيديو اليوم، اللي عجبو هذا الفيديو هذا يضغط ابوني ويفعل الجرس باش يوصلو جديد، ويعمل لايك ويبارطاجي، واللي ما عجبوش هذا الفيديو يعمل ديسلايك وبيس دراهم.